الأسهم السعودية في البورصة محط اهتمام في الصين. انطلق الثلاثاء للمرة الأولى اثنان من الصناديق المتداولة في البورصة يركزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنغهاي وشنشن، مما يمنح المستثمرين الصينيين الخيار للرهان على أسهم الدولة الغنية بالنفط وسط مساعي البلدين لتعزيز العلاقات. شركة الصين الجنوبية لإدارة الأصول أدرجت صندوق الاستثمار المتداول للأسهم السعودية QDII في شنشن بعد جمع 634 مليون يوان، أي 87 مليون دولار أمريكي. وبدأ الصندوق الثاني هي تاي فاين بريدج سعودي أريبيا ETF التداول في شنغهاي بعد جمع 590 مليون يوان. أنهت وثائق كلا الصندوقين التي شهدت حجماً كبيراً من تداول الجنسة عند الحد الأقصى لسعر اليوم الأول. سيسهل هذان الصندوقان على مستثمري البر الرئيسي تنويع ممتلكاتهم على المستوى الدولي، خاصة في منطقة تتمتع بنفوذ في قطاع الطاقة. يأتي الظهور الأول للصندوقين في الوقت الذي تعزز فيه بكين علاقاتها مع دول الخليج وسط توترات مع الغرب، وفي الوقت الذي يعزز فيه المستثمرون السعوديون وجودهم في آسيا. ماوي كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم في شركة China Southern Asset Management أوضح أن المستثمرين المستهدفين هم الذين لديهم معرفة بأسواق الأسهم ولديهم طلب لتنويع استثماراتهم على أصول عالمية وثقة في قطاع الطاقة. المستثمرون على حد قوله يولون اهتماماً أكبر بالسعودية، خاصة المهتمين بقطاع الطاقة والقطاع المالي مقارنة بخيارات الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. وسيجد المستثمرون في البر الصيني الرئيسي أنه أصبح من الأسهل بناء مراكز شراء وبيع على الأسهم السعودية باستخدام الصندوقين الجديدين، حيث يمكنهم الاستثمار في اليوان والعثور على معلومات باللغة الصينية. وقد حصل حوالي 20,000 فرد وصندوق على مخصصات في صناديق الاستثمار المتداولة خلال فترة عرض مدتها 7 أيام. وستستثمر صناديق الاستثمار المتداولة بشكل غير مباشر في السوق السعودية من خلال صندوق CSOP المتداول في هونغ كونغ، والذي ظهر لأول مرة في المركز الآسيوي العام الماضي بعد جمع أكثر من مليار دولار. تشمل استثمارات صندوق الثروة السيادية السعودي في الشركات الصينية خلال العام الماضي الاستحواذ على سندات قابلة للتحويل بقيمة ملياري دولار بعتها شركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر لينوفو جروب LTD، واستثمارات في مشروع تكنولوجي مع مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية، ومحادثات لاستثمار الأموال في صانع السيارات الكهربائية الصينية Human Horizon Group. ومع تعميق الروابط الاستثمارية بين الصين والسعودية، قد تكون هونغ كونغ المستفيد الأكبر من برنامج الربط بين صناديق المؤشرات المتداولة السعودية والصينية، نظراً لأن صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في بورصتي البلدين يمكن أن تغذي صناديق المؤشرات المتداولة في هونغ كونغ، وفقاً لما قالته ريبيكا سين المحللة في بلومبرج إنتليجنس في هونغ كونغ. الخطوة التالية قد تكون قيام مديري الأصول السعودية بإطلاق صندوق تغذية.